دلوقتي هناخد 45 دقيقة مع الرب زي ما قلنا من شوية، وننظر إلى الرب، نفتح التلفزيون الإلهي اللي هو المسيح حتى نشاهد بكل قلبنا بعين القلب، ننظر إلى المسيح مش بس بالعقل ولكن بكل كيانه. المسيح ما بيشيلش عينه من علينا، بينظر لينا بحبه الإلهي، عايز يدينا ذاته، وبيطلب مننا ان احنا نسلم ذاتنا ليه، هو نختار هذا الفعل، ان احنا نعمل هذا الفعل. نروح ناحيته، نروح له. أعطينا يا رب روحك القدوس، افتح قلوبنا حتى ننطلق إليك. أعطينا روحك القدوس حتى نكون كالأطفال الصغار بين يدي العذراء مريم. أشعل نار حبك في قلوبنا، اوضع في قلوبنا نار روحك القدوس، اعطي قوة روحك القدوس لعيون قلبنا عشان نقدر نشاهد جمالك. اجذبنا يا رب، ارفعنا إليك بيدك القوية. أعطينا سلامك وراحتك، نختارك أنت فوق كل شيء. أي شيء بيضايقنا، أي شيء بيعذبنا، أي شيء بيقلقنا بنضعه بإيديك بثقة تامة عشان ننساه ونكون معاك. بنديلك كل حاجة عشان تكون أنت الأول. أنت كل شيء يا يسوع. أنت الحبيب، أنت الإله، يا عذراء مريم انت دايما حالة بيننا، كونينا واعملي منا اولاد صغار،
عشان نكون خفاف، نشتعل بسرعة أكبر بنار حب المسيح. كونينا وشكلينا بالروح القدس. أدخلينا تحت كنفك، أدخلينا في أحشائك، يسكنك نار اللاهوت، يسكنك يا المسيح والروح القدس بملء. أنت بيتنا في المسيح. علمينا من الداخل كيف نعطي كل شيء للمسيح. علمينا من الداخل من القلب كيف نفتح قلوبنا نسلمها لك تماما بدون شروط، بدون خوف، بثقة تامة. أنت المعلمة، تعلمينا بصمت. بيدك من الداخل